المنتخب النهارده؟ والله العظيم اقول لهم الف شكر ان انتوا فرحتوا الشعب المصري كله واحد واحد، وان انتوا ما فقدتوش الامل من الجون اللي جه ده، وان انتوا فضلتوا ماسكين في الماتش لحد الاخر. والله الف شكر، فرحتوا شعب كامل. والله محمد صلاح ده نجم، مش نجم مصر، ده نجم العالم كله والله، يعني راجل فوق المستحيل. اخيرا شفنا مصر في كاس العالم. هو احنا يعني انا ما حضرتهاش قبل كده، بس هو احساس بصراحه اول مره اجربه، يعني حاجه فظيعه. يعني بالنسبه لنا خلاص خدنا كاس العالم خلاص، يعني بالنسبه لمصر، مصر خدت كاس العالم، ان احنا نوصل ان احنا خدنا كاس العالم بس كده. تقول لي محمد صلاح؟ احب اقول للعيبه كويس، حلو اللعب اللي لعبوه النهارده، لان هم ما لعبوش النهارده بخطه المدرب، لعبوا بخطه هم اللي عاملينها، لان دي مش خطه كوبر. عايز اقول لك ان هو اصلا دي مش خطه كوبر ان هو بيهاجم، فحلو ان هم اللي كسبوا الحمد لله. تقول لي المنتخب مصر النهارده؟ الحمد لله المنتخب طلع قدها وفوحنا الحمد لله، وبسط 109 مليون طلعنا قدها الحمد لله، ونشكر محمد صلاح. ان شاء الله الف مبروك، ان شاء الله مبروك الشعور ان شاء الله، بس الحمد لله كله. اول مره اشوف مصر في كاس العالم ان شاء الله، اول مره ان شاء الله 19 سنه الحمد لله الحمد لله. تقول لي محمد صلاح؟ تقول لي المنتخب النهارده؟ انا مش عارف الفرحه دي، مش قادر، بس انا كنت مع صحابي ان انا احلق شعري زيرو وتاهلنا، انا مش عارف دلوقتي يعني حلاق يحلق لي بقى. تقول لي محمد صلاح؟ اقول له يعني انا مش عارف، بعد 28 سنه محمد صلاح هو اللي نجحنا وطلعنا كاس العالم، يعني انا مش عارف اقول ايه. الف مبروك. تقول ايه للمنتخب النهارده؟ على المنتخب ان شاء الله، وان شاء الله نكسب ان شاء الله. اول ما جابوا الجون الاول هيصنا، والجون الثاني الحمد لله الحمد لله. محمد صلاح ده حبيبنا، ومشيح كل مصر، هو اللي اتكلم في كل الناس. مبروك بجد لينا. قول ايه لمحمد صلاح النهارده؟ اقول له يعني انت طلعت بطل بطل بطل. احلى جون صلاح، يعني مش عارف اقول ايه، يعني فرحه ملهاش مثيل بصراحه، يعني فرحه ملهاش مثيل الحمد لله. اللهم لك الحمد والشكر يا رب.